يعني اللعيبه بقى اللي هم بيسجلوا اكتر من هدف في المباراه الواحده. يعني ادي انطلاقه من ناحيه شمال، محمد عبد الله بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء منتهى الخطوره وترجع مره تانية. حلوه يا ولد يا ولد يا ولد على الجول الثاني، يا سلام على الجول الثاني الجميل، وتصويبه روعه، تصويبه جميله جدا يا يوسف يا عبد الحفيظ. النهارده يومك بيحل الملعب وينوره، مش هتلاقوا زي اهدافه، لفوا الدنيا ودوروا، يا سلام عليك يا يوسف يا عبد الحفيظ، تصويبه صاروخيه وهدف 100 100. والاهلي بيسجل الهدف الثاني في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، الهدف الثاني في مباراه اليوم مع ذكر الاهداف. ادي الكره العرضيه وادي الكره، شوف التمركز بقى ليوسف عبد الحفيظ، وتصويبه زي ما جت على يمين حارس المرمى عبد المنعم تامر علشان يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي وليه على المستوى الشخصي، وهدف التقدم من جديد للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. اذا الاهلي 2 وزد 1 ويوسف عبد الحفيظ النهارده متالق.